الوطنية هي توعوية الشباب، وكما نقولوا الشباب نظم اليوم المجلس الأعلى للشباب حملة جوارية على مستوى ولاية تكورت أو بالأحرى على مستوى دائرة تكورت من خلال توعية الشباب أو توعية الساكنة بضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية. نخرج اليوم نحن أعضاء المجلس الأعلى للشباب مع نخبة من شباب ولاية تكورت من إعلاميين وصانعي محتوى ومجتمع مدني لتوعية المجتمع التكورتي بأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية وشرح أهمية الانتخاب، وأنه الانتخاب قبل أن يكون واجب فهو حق لكل شخص جزائري.